على أخوات والأخوة، يا أهل الرباط على أرض بيروت، السلام والرحمة على أرواح شهداء أهلنا في فلسطين، السلام والرحمة على شهداء القدس، والتحية كل التحية إلى أهل الرباط على أرض القدس في باحات الأقصى وفي كنيسة القيامة وفي كل شوارع القدس العتيقة. يا أهلنا في القدس، إنكم أنتم الحقيقة، حقيقة كل شيء، أنتم المبتدأ وأنتم كل الحقيقة والنهاية. يا أهل القدس، أنتم اليوم تصنعون مجد الإنسان العربي من محيطه إلى خليجه العربي. يا أهل القدس، أنتم اليوم تاج الرؤوس وفخرنا. نحن لن نتكلم كثيرا، فالكلام فقط لكم والدم لكم والعرق لكم، ونحن نستذكر هنا على هذا الشاطئ، شاطئ الرمل البيضاء في بيروت، عندما كنا نحن أهل الرباط والأخوة الفلسطينيين والقوى الوطنية نقاتل غزاة اليهود عام 1982. كانت كلمة واحدة للأخ أبو عمار حين قال للعرب جميعا: نحن لا نريد كلامكم، نحن لا نريد كلامكم، بل نريد سيوفكم. واليوم ندعو أمتنا العربية إلى أن تقف معكم بسيوفها، لا أن تقف معكم بكلامها. فقالوا كلاما 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 منذ أمد بعيد، اليوم أنتم بحاجة إلى هذه السيوف. وهنا أود أن أؤكد، هذا نتنياهو يقول دائما نتيجة صفقة القرن ونتيجة التطبيع وغيره من هؤلاء، بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. اليوم نقول له: من لا يثق بنفسه ومن هو يزور التاريخ مثلكم أيها اليهود، يقول بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. اليوم أين هي عاصمة إسرائيل؟ اليوم رأيناكم مثل الفأران تركضون في شوارع القدس بسبب قبضات أهل المقدسيين وبسبب تلك الصواريخ التي انطلقت من غزة الشامخة. اليوم نؤكد لك يا نتنياهو وكل يهود العالم أن القدس هي عاصمة فلسطين الحرة العربية العربية العربية. لا ترامب ولا كل الأمريكان ولا الليمون قدروا يفرضوا هوية القدس. اليوم أنتم أيها المقدسيون تصنعون هوية القدس بدمكم بدموعكم، ونحن نقول لكم شيئا أخيرا لكم أنتم: كونوا أهل فلسطين، أهل الرباط، ونحن نتوجه إليكم بالنداء من بيروت المرابطة، من بيروت العروبة، من بيروت الناصرية. نرسل لكم سيوفكم ونقول لكم بأننا عائدون عائدون عائدون، ولنا معكم اللقاء القريب، يرونها بعيدة ولنراها أقرب من القريب بإذن الله.